الأخت سارة، تفضل يا أختي سارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يطول عمرك، حجيت قدام 13 سنة نعم وحن في منى، بخيت بطيب، نعم وبعد 6 سنين توفى واحد من أولادي، وبعدين حجيت له. والله ما أدري يا شيخ إيش علي، علي شيء ولا؟ طيب، الله يجزاك خير. شكرا. حجت يا شيخ صالح تقول قبل 13 سنة وهم في منى بخ الطيب على جسدها، تقول ثم حجيت عن ولدي مرة ثانية، هل علي شيء؟ إذا كان استعمالها للطيب وهي محرمة قبل أن تتحلل من إحرامها تطيبت، نعم، هذا خطأ، لأن هذا محظور من محظورات الإحرام. فإن كانت تعلم أنه لا يجوز للمحرمة أن تتطيب، إنه كان عليها فدية مخيرة بين إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، أو صيام 3 أيام. فهذه كفارة أو فدية المحظور. أما إذا كانت تجهل أن المحرم يحرم عليه أن يتطيب، نعم، فإنها ليس عليها شيء والحمد لله. أو كانت ناسية، تطيبت وهي ناسية أنها محرمة، فإنها تغسل الطيب وليس عليها شيء والحمد لله. الحمد لله. نعم.